لخالد مفتاح يرسل كرة عرضية. الله الرمسة الأولى وغادي الثانية عرضية قطرية جميلة من خالد مفتاح ونهاية رائعة من غاشم الذي يضع الريان في المقدمة عند الدقيقة 24 في شوط المباراة الأول في هذا اللقاء. نهاية رائعة جدا. التسديد المباشر على المرمى على مستوى السيطرة كلها للريان. ياسين إبراهيمي ياسين إبراهيمي يتقدم يسدد. الله أنا هنا أنا أصنع الفرح أصنع الابتسامة لجماهير الرهيب. هكذا قال القائد هكذا قال إبراهيمي. هذا المرور وهذا التلاعب وهذا الأفضل في مونديال العرب هذا المحارب هذا ياسين إبراهيمي يسجل الهدف الثاني للرهيب. الهدف الثاني تحركا في شوط المباراة الثاني. أمجد عطوان يمرر الكرة لمحمد السيد أقصى الجهة اليسرى. عطوان هل يسجل؟ الله على التمريرة وعلى الكرة. الله نجحوا في هذا اللحظة. لم ينتصر بعد الشمال بعد عدة فرص بعد عدة محاولات يقلصوا الفارق في هذه الأثناء. هذه الإعادة وهذه التمريرة وهذه النهاية الجميلة للغاية الجميلة من معاذ السالمي في أول ظهور له وفي أول كرة.